بودكاست قصص دينية مع مروان حميدي. شخصيات تركت بصمة وقصصهم كانت ذات عبرة. تابعونا على نقاش 21. أفنى حياته في البحث والتدريس وعمد خلالها على وضع نظام قضائي شرعي لتنظيم أحوال المسلمين. أصبح مذهبه مرجعا ويعد من أبرز علماء الفقه الإسلامي، مؤسس المدرسة الحنفية، إحدى أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا. أبي حنيفة النعمان. ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي في الكوفة سنة 80 هجرية. نشأ هناك واشتغل في تجارة الحرير، وأخذ الفقه عن شيوخها وشيوخ مكة المكرمة. وحسب ما أكده بعض المؤرخين، فالنعمان يعد من التابعين لأنه أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف أبو حنيفة بأنه حسن الوجه، حسن الثياب، وحسن المجلس، وواسع الكرم، جميل المواساة لإخوانه، شديد التواضع، حليما ووقورا. عرف على أنه كثير الحج وتلاوة القرآن. هاجر من الكوفة إلى مكة وأقام هناك عدة سنوات. أتمم دراسته الفقهية على عطاء ابن أبي رباح وأصحابه أتباع مدرسة عبد الله بن عباس في الفقه. ورث غناه وتجارته في الحرير عن والده الذي ورثها عن جده. نجح في تجارته لصدقه واستقامته وقوة إقناعه. عرف أبي حنيفة بإنفاقه المال على المشايخ وطلبة العلم، ويقول لهم: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم مالي شيئا ولكن من فضل الله علي. نشأ مذهب أبي حنيفة في الكوفة، وتكونت أصول المذهب على يديه، وأجملها في قوله: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فيها أخذت بقول أصحابه من شاءت وأدع قول من شاءت، ثم أخرج من قولهم إلا قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انتشر مذهب أبي حنيفة في البلاد منذ أن مكن له أبو يوسف بعد توليه منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، وكان المذهب الرسمي لها، وهو الآن شائع في أكثر البقاع الإسلامية، ويرتكز وجوده في مصر والشام والعراق وباكستان والهند والصين. توفي أبو حنيفة عام 150 هجرية في بغداد بعد أن ملأ الدنيا علما وشغل الناس.